مين منا ما بيحب البلالين؟ بس بتعرفوا انه في جوا جسمنا عضو بيشبه البالون وهو جزء من اجزاء الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي؟ شو يعني الجهاز التنفسي؟ الجهاز التنفسي هو احد الانظمة اللي موجودة جوا جسمنا، هو الجهاز اللي بيزود الاكسجين لجسمنا وبيخلصنا من ثاني اكسيد الكربون اللي احنا مش بحاجته. والاهم انه هذا الجهاز هو الجهاز المسؤول عن التقاء الدم مع الهواء جوا جسمنا، فبياخذ الاكسجين من الهواء وبيطلع ثاني اكسيد الكربون للهواء مره ثانيه. اجزاء هالجهاز تبدا من الانف والفم وبتنتهي بالشعيبات الهوائيه المتوزعه جوا جسمنا. يمكن انتوا عم تسالوا هلا كيف بيقدر هذا الجهاز انه يعمل بكل هاي الوظائف؟ خليني احكي لكم السر. السر هو التنفس. مظبوط، السر هو التنفس. شهيق الزفير، وهي العملية اللي بيدخل فيها الهواء لجسمنا، بناخد الأكسجين اللي منحتاجه لنكمل وظائفنا الطبيعية، ومنخرج ثاني أكسيد الكربون اللي جسمنا مش بحاجته. هالعملية السحرية اللي بتصير على مدار اليوم بتصير حتى خلال نومنا، يعني احنا بنتنفس على مدار الساعة 24 ساعة باليوم. معقول؟ معقول هالكلام؟ معقول ما لازم نتنفس أي غاز تاني غير الأكسجين؟ غلط يا زهرة، الهواء اللي احنا بنتنفسه هو مزيج بين الغازات مش الأكسجين لحاله، وعلى فكرة الأكسجين لحاله هو غاز سام. وهلأ خلونا نسمع لسؤال صديقتنا رنيم عن الجهاز التنفسي. خطر ببالي السؤال، كمية الأكسجين اللي بناخدها نفسها كمية ثاني أكسيد الكربون اللي بنطلعه؟ تنفس. التنفس من العمليات اللي بيعملها جسم الإنسان بدون وعي وبشكل دائم. اليوم كتابنا بيحكي عن هاي العملية وبيحكي عن رحلة الأكسجين في جسمنا، ومعي كمان كتاب بيحكي عن الأمراض اللي بتصيب جهازنا التنفسي وأكثرها شيوعاً، اللي هي الحساسية مثل حساسيتي من الغبار. وتذكروا دائماً أنه بتلاقوا إجابات لأسئلتكم داخل الكتب، عشان هيك لازم تخلوا المكتبة وجهتكم الأولى دائماً.